مع قدوم شهر رمضان الفضيل تفترش بعض الأماكن في مدينة تعز بموائد الإفطار المزدحمة، حيث تعج هذه الأماكن بالصائمين ويتسابق الناس على إعمار هذه الموائد المسماة بموائد الرحمن بتوفير الطعام والشراب راجين الأجر من الله ومتعاونين فيما بينهم. أتينا إلى هنا للمساعدة في العمل هنا في المخيم في إفطار الصائمين، أولا من أجل أن نكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه من فطر صائما كان له مثل أجره. تمثل موائد الإفطار الرمضانية إحدى الطقوس والعادات القديمة التي اعتاد بعض الصائمين على ممارستها خلال الشهر الفضيل، لتعكس حال المجتمع بتضامنه الاجتماعي الذي يقوي المحبة والمودة بين الناس، وتؤكد مما لا مجال للشك فيه أن رمضان شهر الجمعة والتشارك. لفتة إنسانية كريمة من مؤسسة بازرعة للسكان هنا في محافظة تعز بسبب المعاناة الشديدة التي يعانوها بسبب الحرب والحصار والحاجة الملحة، حيث يفتقد الكثير من السكان هنا لقيمة الوجبة أو اللقمة العيش بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية. بالطبع هذا المشروع يمثل لفتة إنسانية ويمثل أيضا تجسيد لقيم التكافل والتعاون في المجتمع والتراحم بين مختلف شرائح المجتمع. يتطوع هؤلاء الشباب مع أصدقائهم لتنظيم الموائد وتقديم الطعام والشراب، حيث تحتوي موائد الإفطار الجماعية على مأكولات متنوعة بالإضافة إلى التمر والسمبوسة وغيرها مما لذ وطاب من المأكولات الرمضانية، والتي تقدم لأغراض خيرية وتكافلية وللتأكد من أن الجميع سواء أصحاب الدخل المنخفض أو أصحاب المناطق البعيدة يجدوا طعام إفطارهم. أجينا نفطر هنا على أساس أنه يسود المحبة والاحترام والتراحم، يعني تحس أنه في ناس فعلا خير ومتراحمين في اليمن برغم الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد، فحسينا أنه فيرا يدخل المحبة بين الأشخاص عندما يجتمعوا بالأكل وقع في تراحم، وخاصة من حين نكون في منطقة بعيدة ودخلنا هنا يقع الأنس بين الجماعة تمام. قبيل أذان المغرب يتجمع الناس صغارا وكبارا على هذه الموائد يوميا لتتحول إلى مأدبة جماعية. في هذا الشهر الكريم نقوم بمثل هذه الموائد الإفطارية لكل الصائمين الذين تقطعت بهم السبل أثناء الإفطار، لكل المحتاجين الذين لا يستطيعون توفير وجبة الإفطار أثناء هذا الشهر الكريم مع كثرة المعاناة مع ارتفاع الأسعار، فمثل هذه الموائد الإفطارية هي مكان لتخفيف كثير من المعاناة عن أبناء هذه المدينة، لتخفيف كثير عن آباء، لتخفيف كثير عن العجزة المحتاجين الذين لا يستطيعون توفير لقمة العيش. ومع غروب الشمس وسماع أصوات الأذان يبدأ الصائمون بالإفطار وتملأهم أحاسيس من الألفة والمحبة لينهوا إفطارهم ويتوجهوا جميعاً لأداء الصلاة. تكافل وتراحم إنساني من أهل الخير والعطاء في هذه الأماكن من هذه الأيام المباركة ليتشاطروا الأجر والإحسان بالإنسانية الجمة. لبرنامج رمضان والناس هند المجاهد.